جاريدو مدرب الأهلي السابق بدأ مهمته رسميا مع النجم الساحلي بتعادل سلبي ولا إيجابي يا عمر؟ اتأكد لنا من المعلومة. لكن تعادل، هو في المركز السادس دلوقتي برصيد 14 نقطة، لكن ليه مباراتان مؤجلتان أمام الترجي والنجم. إن شاء الله كل التوفيق نادي الأهلي. مباراة إن شاء الله ما تكونش صعبة في الحالة الفنية. تعادل إيجابي 1-1 كان هذه المباراة اللي قادها جاريدو كأول مباراة رسمية ليه في الدوري. تمام. جاريدو هيبدأ الماتش الثاني بمواجهة النادي الأهلي على ملعب رادس في أول منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لأبطال أفريقيا.